رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وبعد ما شفنا مع بعض تقرير الكتب الأكثر مبيعاً أو البيست سيلر، تعالوا نشوف مع بعض الفقرة اللي جاية اللي هيكون منورانا فيها الكاتبة والمترجمة الأستاذة أسماء عرفة، وده طبعاً هيكون عن طريق أبليكيشن زوم علشان نتكلم معاها عن كتابها المترجم، ما تحتاجه لتكون سعيداً. وأعتقد أن كلنا محتاجين كل حاجة عشان نكون سعداء. أهلاً بيكي يا أسماء. أهلاً وسهلاً بيكي، وأهلاً بكل السادة المشاهدين، ومبسوطة جداً إن احنا هنتكلم عن موضوع مهم زي اللي هنتكلم فيه النهاردة، إن شاء الله يكون مفيد لكل الناس. إن شاء الله. أنا سعيدة جدا بلقائنا معاكي، وطبعا أحب قوي أتكلم عن الكتاب اللي أنت ترجمتيه. الكتاب من تأليف دكتور سونيا ليوبوميرسكي، واللي صنفت من أهم المتخصصين في دراسة السعادة وأثرها على الإنسان. ولو سألتك أنت يا أسماء إيه مفهومك عن السعادة تقولي إيه؟ الحقيقة إن الكتاب بيثير فكرة مهمة جدا من خلال السؤال اللي حضرتك سألتيه ده، هو إيه مفهومنا عن السعادة؟ وهل احنا كلنا عندنا مفهوم واحد على السعاده؟ هل اصلا في مفهوم محدد للفكره دي، ولا احنا عشان مفاهيمنا مختلفه فطول الوقت حاسين ان احنا مش قادرين نوصل للمستوى المطلوب من السعاده؟ قبل ما ادخل في الحديث عن مضمون الكتاب نفسه او هو بيجاوب على الاسئله دي ازاي، حابه اقول ان دكتور سونيا مؤلفه الكتاب هي واحده من الباحثين اللي قضوا اكثر من نص عمرهم في البحث عن اجابه للسؤال ده، ايه هو مفهومنا عن السعاده؟ فلقينا ان الموضوع لا، هو مش محتاج ان احنا نجاوب على السؤال ده، احنا محتاج نجاوب على سؤال تاني خالص، وهو ايه اصلا مسببات السعاده؟ ليه احنا مش حاسين بان احنا مبسوطين بالحاجات اللي عندنا او بالحاجات اللي بنملكها؟ لو كنت بتساليني انا ايه هو مفهومي عن السعاده، فطبعا ان انا يكون عندي كل حاجه انا محتاجاها، اكون عندي اكتفاء بيها، يكون عندي الرضا الكافي بيها، اكون قادره احقق احلامي واوصل لاهدافي. بس هل كلنا بنقدر نعمل ده؟ هل كلنا لو عاملين ده بنبقى حاسين فعلا بالسعاده الحقيقيه؟ هل هو المستوى اللي احنا يعني قدرنا نوصله بمجهودنا، ولا في مؤثرات وعوامل ثانيه؟ من هنا بقى دكتور سونيا بتبتدي تكلمنا عن مجهود كل واحد او سقف التوقعات يقدر يوصل لحد فين عشان نوصل لمستوى السعاده الحقيقي في حياته. جميل، كلميني عن الكتاب بقى وفصوله. طيب اول فكره مبتكره هي بتتكلم عنها دكتور سونيا هي ان احنا عندنا نقطه محدده او مستوى محدد بنبتدي بيه حياتنا اصلا بخصوص السعاده. يعني انا واحنا وكلنا موجودين بمستوى معين من السعاده او بنسبه معينه متأثرين بيها بسبب عوامل الجينية والوراثية. النسبة دي بتوصل اصلا ل 50%. اوكي، فتخيل ان انت عندك النسبة الكبيرة دي انت مولود بيها، لان انت متأثر بجينات وعوامل وراثية معينة، فبالتالي انت ما ينفعش اصلا يبقى عندك التوقع الكامل بتاع ان انا عندي 100% تصرف او 100% اقدر اغير مستوى سعادتي. لا، انت ما عندكش 100%، انت اللي عندك 40% فقط، وال 10% المتبقيين متوقفين على ظروفك الحياتيه او محيطك او كل النعم اللي انت بتمتلكها. تمام، احنا كده عندنا اصلا 60% احنا غير متصرفين فيها بالمره. طيب ال 40% الباقيين بقى انا بقدر اتصرف فيهم ازاي؟ دي بقى المشاعر او الحاجات اللي انا بفضل اشتغل عليها طول عمري، او الاهداف اللي انا بحاول اوصل لها. كل بقى الحاجات دي هي اللي بتتحكم في المستوى المتبقي من السعاده. فبالتالي دي اول فكره مبتكره بيناقشها الكتاب، وهي ان انت عندك حل 40% فقط، ولازم تكون عندك الوعي الكامل بالفكره دي. اوكي، طيب تاني حاجه ان احنا لازم نبقى فاهمين ان مفيش مفهوم محدد للسعاده، مفيش مستوى معين كلنا لازم نوصل له. ما ينفعش ان انا اقارن نفسي بغيري، او اقارن ظروفي بظروف شخص تاني، اقارن نفسي باخويا حتى اللي هو اتربى معايا في نفس البيئه. لا، كلنا عندنا مفهوم مختلف. طيب المفهوم ده عشان نوصل له بنعمل ايه؟ بنشوف اصلا الاول هو ايه اللي مسبب سعادتنا. وهنا تبلورت فكره مهمه جدا في الكتاب، فكره التكيف، ان احنا بنتعود على الحاجات اللي حوالينا. يعني هدي مثال سريع كده، لو احنا مثلا بنشتغل في وظيفه معينه، دي وظيفه احلامنا بنشتغل فيها بقالنا 10 سنين. احنا لو بنتعامل مع الوظيفه دي بنفس الروتين اليومي والافكار اللي احنا بنمتلكها عنها وما تطورناش فيها وما حاولناش نوصل لمستوى اعلى فيها، هنفضل متعودين او عندنا فكره التكيف على الوظيفه، وبالتالي مش هتحقق لنا نفس مستوى السعاده اللي احنا بدانا فيه. صح، فمن هنا بالظبط، فمن هنا ده بقى قيسيه على كل حاجه. يعني نقيسه بقى على شغلنا، نقيسه على علاقاتنا باصدقائنا، نقيسه على علاقاتنا بشركاء حياتنا نفسهم، علاقاتنا بكل الناس.
بكل هدف موجود في حياتنا. احنا عشان نحافظ عليه لازم نتخلص من فكرة التكيف أو التعود عليه، نعامله بأسلوب مختلف على يعني بقدر الإمكان عشان مستوى السعادة ده يبقى فيه إمكانية إن هو يزداد في المستقبل. فدي جميل. تاني فكرة بيثيرها الكتاب. ثالث فكرة حابة أتكلم عنها هي فكرة الأساطير بقى، إن إحنا يعني هي دكتور سونيا بتتكلم على فكرة إن إحنا عندنا أساطير معينة كده، اللي هو حاجات لو عملناها هنبقى سعداء جدا في حياتنا. حلو. زي إيه؟ أو أول أسطورة فكرة التغيير، إن أنا دايما فاكر إن أنا لو غيرت الحال اللي أنا فيه حالا دلوقتي ده هبقى سعيد بنسبة 100%. طيب هل التوقع ده صحيح أم خاطئ أصلا؟ هل أنا يعني أنا قست بناء على إيه؟ هل عندي أسس حقيقية للموضوع ده ولا أنا بس بجري ورا التغيير؟ طيب إدك مثال على ده واضح جدا، فكرة إن أنا لو متجوز من شخص في ما بيننا مشاكل، في ما بيننا خلافات، أيا كان يعني الفكرة اللي مخلية أو يعني بتأثر على علاقتنا بشكل سلبي، أنا دايما ممكن طرف من الاثنين يبقى عنده الهاجس بتاع إن أنا لو غيرت أو لو انفصلت عن الشخص ده، لو غيرت الوضع ده من الانفصال على طول أول طلاق، فحياتي هتبقى سعيدة 100%. طيب هو ينفع يبقى الانفصال حل حقيقي فعلا ومناسب ليكم كزوجين؟ يعني كل ده نوصل في الآخر يعني إن مشاكلكم ملهاش حل غير الطلاق، بس هل هتبقى سعيد فعلا بنسبة 100% بعد الطلاق؟ لا، دي بقى الحاجات اللي هي تعتبر أسطورة. لا، هو أنا ممكن برضو بعد ما أوصل لحل التغيير ده وأسعى له وأجري عليه، برضو جهدي كل ده يطلع على الفاضي وأنا لا، أنا ما حسيتش برضو بنفس مستوى السعادة اللي أنا كنت متوقعه. وبناء عليه هي بتكلمك عن إن أنت لازم تتخلص من الأساطير اللي الناس بتروضها حوالينا، هي فكرة السعي وراء التغيير المفاجئ أو التغيير الغير مبني على أسس وقواعد وظروف حياتية فعلا أو مؤشرات حقيقية يعني من حواليك. ده سبب من الأسباب برضه اللي هي بتتكلم عليها، إن هي بتحقق لنا أو بتسبب لنا تعاسة يوم بعد يوم، وبالتالي التعاسة دي بتتراكم علينا وما بنصدقش خلاص إن إحنا ينفع نبقى سعداء. تدي برضه مثال تاني حتى بسيط، فكرة التغيير الشكل مثلا، لو حد اللي هو شايف ان هو مش مبسوط دلوقتي عشان هو شكله مش حلو قوي، مناخيري مش عارف عامله ازاي، فانا بروح اعمل عمليه تجميل، فهل انا بؤمن ان بعد النتيجه اللي انا عملتها دي او بعد هكون الحاجه اللي انا سعيدة عملتها ولا لأ؟ برضو مش مضمونة. بالظبط كده؟ فده اهم فكره في الكتاب برضو انا كنت حابه يعني اركز عليها، هي فكره اسطوره او التوقع الخاطئ عندي على مستوى السعاده، او على ان انا لو عملت الفعل ده زي فلان الفلاني هبقى سعيد زيه بالظبط. بالظبط بالظبط. اعتقد ان السعاده هي مسؤوليه شخصيه، واعتقد انه احيانا ممكن يكون فعلا في اسباب بتسبب لنا مشاكل، بتسبب لنا بعض التعاسه، بتسبب لنا بعض التفاصيل اللي ممكن تكون بتضايقنا في حياتنا. بس في الاخر انه البني ادم علشان يكون سعيد لازم يكون هو مسؤول عن سعادته، وبعد كده بقى الظروف الخارجيه دي تتحكمي فيها براحتك. انا بشكرك يا اسماء جدا على المداخله عن طريق زوم، وان شاء الله المره اللي جايه تنورينا في الاستوديو. بإذن الله، أنا متشكرة جدا ليكم، وإن شاء الله يعني تكون المعلومات مفيدة لكل السادة المشاهدين. ميرسي، شكرا.